السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وشندن نجري اتصالات مع الحوثيين. وإلى التفاصيل، أكدت مسؤولة أمريكية أن الإدارة الأمريكية تجري اتصالات مع الحوثيين في وقت كانت واشنطن قد صنفت جماعة أنصار الله الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب على خلفية موقف الأخيرة لتنفيذ عمليات عسكرية بحرية تعمل للمقاومة الفلسطينية في غزة. وذكرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة الأمريكية تجري اتصالات مع الحوثيين بشكل دوري داعية إياها للعودة إلى العملية السياسية اليمنية اليمنية. وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن الوضع تغير قليلا بعد 7 أكتوبر الماضي عندما فوض الحوثيون لأنفسهم مهمة احتجاز كافة السفن التي تمر عبر البحر الأحمر حسب تعبيرها. وأوضحت أنها لا تصنف اتصالات بلادها بالمناقشات القوية في هذه المرحلة، مؤكدة أن واشنطن تستخدم كافة السبل دبلوماسيا وعسكريا لثني الحوثيين عن مغامرتهم التي وصفتها بغير المدروسة. وكانت واشنطن قد أرسلت عددا من الرسائل عبر الوسيط العماني إلى حركة أنصار الله الحوثيين تضمنت مغريات اقتصادية وسياسية كبيرة مقابل إيقاف العمليات العسكرية التي تنفذها قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بإسرائيل، غير أن الأخيرة رفضت المغريات الأمريكية واشترطت إيقاف العدوان على غزة لإيقاف عملياتها العسكرية. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.